رحمة الله. أنا بدي لمشة من مشان أولاد، أنا عندي 7 من الأولاد، حتى إذا ظليت 6 سنين أو 5 سنين هنا بدي راتب يعني ما يقارب حوالي 6000-5000 تا أقدر، وهذا أمور تعزيزية. أما وعندي أساسين أولادي بتركيا، كمالك ما عندهم، محبوسين بالبيت، لا مدرسة لا يقدروا، بأي لحظة معرضين للترحيل على إدلب، وأنا مطلوب للنظام للمخابرات الجوية، وقدمت لهم ورقة أني مطلوب للمخابرات الجوية. أنا لم شمل أريد أولادي، لا أنا ما لجيت أعيش وأولادي يموتون، يا أموت مع أولادي يعطوني ترحيل أروح أموت مع أولادي، يا يجيبوا لي أولادي. أنا كل هذا جيت بشأن ما نبي، أنا مشيت من سوريا ما نبي حازة الأمان ولا أي شيء، الحمد لله وضع المادي كان مقتدر 100%. أما أنا تضايقت سياسيا والأمن والأمان، تأطلع أجيب أولادي. وفي تركيا تعارضنا العنصرية، ما في كمالك، اليوم أولادي صار لهم 3 سنين بتركيا ما في لا كمالك لا مدرسة، محجوزين ألا ابن أختي عنده كملك يروح يجيب لهم الأكل والهذا، ما يقدر يطلعون برا الشارع. وما أجيت أنا تعيش هنا وأولادي يروحون يموتون أو يرحلونهم على إدلب، معرضين للترحيل بأي لحظة. تبلغ سماك تبلغ.